لما انتهى الصعلوك الثاني من سرد قصته الغريبة وما حدث له، تقدم الصعلوك الثالث ليحكي حكايته لصاحبة البيت والحاضرين، فأخبرهم أنه كان ملكا وأن مدينته كانت تقع على ساحل البحر، وأنه مغرم بالسفر في البحر للنزهة وتفرج على عجائب الدنيا، وأنه كانت لديه مراكب كثيرة من أجل هذا الغرض. وأضاف الصعلوك أنه قد أمر بتجهيز عدة مراكب للسفر في رحلة طويلة مع بعض الأصدقاء والمقربين منه، وأنهم قد سافروا في البحر مدة 20 يوما، ثم هبت عليهم عاصفة شديدة أظلمت على إثرها الدنيا. وعندما هدأت العاصفة وأشرقت الشمس، بعد عدة أيام اكتشفوا أنهم كانوا قد تاهوا في عرض البحر، وأنهم كانوا قد دخلوا منطقة خطيرة في البحر تسمى منطقة جبل الموت الأسود، وهو جبل من حجر أسود يسمى جبل المغناطيس. فاتجه الجميع بنظراتهم إلى الصعلوك الثالث الذي واصل حكايته قائلا: كانت الريح تدفعنا بقوة نحو ذلك الجبل، وكان الجبل يجذبنا بقوة مغناطيسيته، ولم تكن لنا قدرة على التحكم في حركة المراكب أو تغيير اتجاهها حتى نتحاشى الاصطدام بذلك الجبل العملاق، وقد رأينا الكثير والكثير من المراكب المحطمة نتيجة اصطدامها بالجبل، ورأينا في وسط البحر قبة كبيرة من نحاس الأصفر مرفوعة على 10 أعمدة من الرخام، وفوق القبة يقف فارس من البرونز على ظهر فرسه، وفي يد ذلك الفارس رمح من نحاس، ومعلق في صدره لوح من الرصاص منقوش عليه أسماء وطلاسم سحرية معناها: أيها الملك، ما دام هذا الفارس راكبا على فرسه فسوف تتحطم جميع المراكب التي تمر من تحته ويهلك جميع ركابها، وليس هناك خلاص إلا أن يقع هذا الفارس من فوق فرسه وينكسر رمحه حتى يفقد قوته السحرية. فلما رأينا ذلك علمنا أننا هالكون لا محالة، وقد تحطمت مراكبنا نتيجة اندفاعها نحو ذلك الجبل، وقد هلك معظم من كانوا معي بالفعل، لكن الله نجاني. فتسلقت لوحا خشبيا علق بالجبل حتى وصلت إلى سلالم محفورة في الجبل، وتسلقتها فقادتني إلى قمة الجبل، ففرحت بسلامتي وحمدت الله على نجاتي، فرأيت قبة على قمة الجبل فدخلتها لأستريح فيها، لكنني نمت فرأيت في منامي من يقول لي: إذا استيقظت من منامك فاحفر تحت رجليك تجد قوسا من نحاس وثلاثة سهام من رصاص منقوشا عليها طلاسم، فخذ القوس والسهام واضرب ذلك الفارس الواقف بفرسه فوق القبة حتى ينفك السحر ويسقط الفارس في البحر فتريح الناس من شره، فإذا فعلت ذلك فإن البحر يطفو وتجد أمامك زورقا فيه فارس غير الذي رميته في البحر، وبيده مجداف فاركب معه ولا تنطق بكلمة، فإنه يحملك إلى بر السلامة، ومن هناك تستطيع أن تجد من يعود بك إلى بلدك. وتوقف الصعلوك الثالث عن متابعة حكايته، والجميع ينظرون إليه مندهشين، ثم واصل حكايته قائلا: فلما فعلت كل ما أمرني به الهاتف هاج البحر وعلا حتى ساوى الجبل، ورأيت زورقا وبداخله فارس من نحاس معلق في صدره لوح من رصاص منقوش فيه طلاسم سحرية، فنزلت في الزورق دون أن أنطق بكلمة، فحملني الزورق وسار بي في البحر حتى رأيت جزائر السلامة،
ومن شدة فرحي هللت وشكرت ذلك الفارس النحاسي الذي أنقذني. ولشدة دهشتي قذفني الزورق في الماء وعاد من حيث أتى تاركا إياي بين الحياة والموت، ولكن من رحمة الله بي أنني كنت أجيد العوم، فأخذت أصارع الأمواج حتى وصلت إلى أقرب جزيرة إلي. وسكت الصعلوك الثالث قليلا ثم واصل حكايته قائلا: وجدت نفسي على ظهر جزيرة صغيرة محاطة بالأمواج من كل مكان، ليس عليها بشر سواي، لكنني رأيت بعد قليل مركبا محملا بالبضائع عليها مجموعة من العبيد تقترب من الجزيرة. فسرعت أتسلق جذع شجرة وأخذت أراقب ما يحدث، فرأيت مركب يرس على شاطئ الجزيرة ثم نزل منه العبيد وهم يحملون الفؤوس والمعاول، واتجهوا إلى وسط الجزيرة وحفروا حفرة فظهر تحتها باب كبير يؤدي إلى بيت تحت الأرض، ثم اتجهوا إلى المركب ونقلوا جميع ما فيه من خبز ودقيق وعسل وسمن وفاكهة ولحوم إلى داخل ذلك البيت تحت الأرض، ثم عادوا إلى المركب وأخرجوا شيخا مهيبا معه صبي غاية في الحسن والبهاء، فأدخلوا الصبي داخل البيت ثم أغلقوا عليه الباب وعادوا التراب فوقه، ثم غادى الشيخ والعبيد الجزيرة في المركب. فلما ابتعدوا نزلت عن الشجرة وحفرت التراب ثم فتحت الباب، فرأيت تحته سلما قادني إلى داخل بيت غاية في الروعة والنظافة، ورأيت الصبي جالسا في حجرة على فراش فاخر، فلما رآني تملكه الخوف، لكنني أمنته على نفسه وأخبرته أنني لا أريد به شرا، وإنما جئت لكي أكون أنيسا له في وحدته ولكي أسهر على خدمته، فاطمأن إلي. فسألته عن حكايته ولماذا يسكن تحت الأرض وحيدا هكذا، فبدأ الصبي يحكي لي قصته فقال: إن والدي تاجر جواهر ثري، وعنده مماليك وعبيد كثيرون يسافرون بتجارته إلى البلاد البعيدة، وقبل مجيء إلى الدنيا لم يكن أبي قد رزق بولد قط، وقد رأى ذات يوم في منامه أنه سوف يرزق بولد لا يعيش طويلا، فلما وضحتني أمي جمع أبي المنجمين وقص عليهم ما رآه في منامه، فقالوا له: ابنك يعيش 15 سنة، ولكنه سوف يتعرض لمخاطر، إن سلم منها فسوف يعيش زمنا طويلا، وسبب موته أنه يوجد في بحر الهلكات جبل يسمى جبل مغناطيس وعليه فارس نحاسي، فمتى وقع ذلك الفارس عن فرسه مات ولدك، وقاتله هو الذي يرمي الفارس النحاسي عن فرسه، وهو ملك اسمه عجيب بن خصيب، وقد حرص أبي على تربيتي وحمايتي حتى بلغت 15 سنة، ولكن بالأمس وصل خبر إلى أبي يقول إن الفارس قد وقع في البحر، فخاف أبي علي من القتل وسارع بنقل إلى هذا المكان الذي أعده تحت الأرض منذ فترة حتى أعيش فيه 40 يوما حيث ينقضي الخطر وأنجو. وسكت الصعلوك الثالث قليلا ثم قال متعجبا: فلما سمعت قصة الفتى قلت في نفسي: أنا الذي تنبأ المنجمون بقتل لهذا الصبي، والله لن أقتله ولن أمسه بأذى حتى أثبت كذب هؤلاء المنجمين، وبدل ذلك فإنني وهبت نفسي لخدمة ذلك الصبي حتى يزول عنه الخطر ويعيش لأبيه الشيخ. وهكذا مكثت مع الصبي أخدمه ليلا ونهارا، وسعد الصبي بوجودي معه حتى قضى الله تعالى أمرا كان مقدورا، وكنت أنا السبب عن غير قصد مني في قتل ذلك الصبي في الليلة 40، وذلك حين أمسكت سكينا
لأقطع له به بعض الفاكهة، لكنني تعثرت وسقطت بالسكين على الصبي فقتلته. فعلمت أن ما قدره الله تعالى لابد أن يكون، وأن الحذر لا يغني عن القدر، وأن الموت لابد أن يأتي المرء حتى لو كان في بروج مشيدة. وهكذا فررت من البيت في لحظة التي جاء الشيخ التاجر ليطمئن على سلامة ولده، وغادرت الجزيرة قبل أن يلحقوا بي حتى وصلت إلى البر، وظللت أسير عدة أيام حتى رأيت نارا تلوح من بعيد. فلما وصلت إليها وجدت قصرا شامخ البنيان وعليه باب من النحاس الأصفر، فجلست أستريح أمام باب القصر، ولم أكد أستريح قليلا حتى أقبل علي عشرة من الشباب معهم شيخ مهيب، والجميع يرتدون فاخر الثياب، لكنهم جميعا عور بالعين اليسرى. فتعجبت من ذلك، وسألوني عن قصتي فحكيتها لهم فأشفقوا علي، وأدخلوني معهم إلى القصر، فرأيت فيه أفخر الآثاث وأفخم الطعام، وقالوا لي: إذا أردت أن تعيش معنا فلا تسأل عن أحوالنا. وهكذا قضيت معهم عدة أيام، وكانوا خلالها يلطخون وجوههم بالسواد ويلطمون ويمزقون ثيابهم، فتذايقت من ذلك وقلت لهم: أنتم بحمد الله تتمتعون بكامل عقولكم، وهذه الأفعال لا يفعلها غير المجانين، بالله عليكم أخبروني بسبب تصرفاتكم وسبب فقد عيونكم، وإلا تركتكم. فقالوا: من الأفضل ألا تعرف سرنا، وإلا صرت مثلنا. لكنني كنت مصرا على معرفة السبب حتى يبطل العجب. فلما رأوا إصراري أحضروا كبشا وذبحوه، ثم سلخوه وقالوا لي: سندخلك داخل هذا الجلد ومعك سكين، ثم نخيطه عليك، بعد قليل سيأتي طائر الرخ العظيم ويحملك إلى مكان بعيد، فمزق الجلد بالسكين واخرج منه تجد قصرا غريبا، فادخل ونرجو أن يكون حظك أفضل من حظنا. فلما أدخلوني داخل جلد الكبش حملني الرخ العظيم وطار بي إلى ذلك المكان البعيد، فخرجت من الجلد ومشيت حتى رأيت القصر، فدخلته ووجدت فيه 40 فتاة غاية في الحسن والجمال. فلما رأينني رحبن بي قائلات في نفس واحد: أهلا وسهلا بك ومرحبا. ثم أجلسنني على فراش وثير وقدمنا لي أفخر الطعام، وهكذا عشت في القصر معززا مكرما حتى مضى شهر. فقالت لي الفتيات: نحن بنات ملوك الجان، وقد حان موعد عودتنا لزيارة أهلنا، وها نحن نسلمك مفاتيح القصر، وفيه 40 غرفة، من حقك أن تفتح 39 غرفة، لكن حذاري أن تفتح الغرفة 40 حتى لا تفارقنا. فوعدتهن بذلك، ثم ودعتني الفتيات واختفينا من القصر. وهكذا وجدت نفسي وحيدا في القصر، فقلت: لماذا لا أجرب فتح الغرف؟ وهكذا فتحت الغرفة الأولى ودخلتها، فوجدت فيها قصرا جميلا حوله بساتين مثمرة وأشجار عليها طيور مغردة وأنهار جارية وأزهار متفتحة، فانشرحت نفسي ورحت أجول في المكان حتى شبعت منه، فغلقت الغرفة الأولى وفتحت الغرفة الثانية، فوجدت قصرا أروع من الأول وبستانا أجمل منه. وفي الغرفة الثالثة وجدت قاعة فسيحة مفروشة بالرخام الملون والأحجار الكريمة والطيور المغردة. وفي الغرفة الرابعة وجدت 40 خزانة مليئة بالذهب واللؤلؤ والياقوت وغيرها من الجواهر الثمينة. وهكذا رحت أنتقل من غرفة إلى غرفة، وفي كل غرفة أجد شيئا مختلفا عن الشيء
الذي وجدته من قبل حتى وصلت إلى الغرفة 40، فترددت في فتحها، لكنني نسيت تحذير الفتيات لي. وهكذا فتحت الغرفة 40 وخطوت بداخلها، فرأيت حصانا أسودا أمامه وعاء من البلور فيه سمسم مقشور، ووعاء آخر فيه ماء ورد ومسك، وعليه سرج من الذهب. فقلت في نفسي: لماذا لا أركب هذا الجواد وأتنزه به قليلا؟ وما إن ركبت الجواد حتى سهل بصوت كالرعد وفتح جناحيه، ثم طار بي وحطني على السطح وضربني بذيله فأتلف عيني الشمال. فلما نزلت عن السطح وجدت نفسي في قصر العور 10، فلما علموا ما حدث لي طردوني شر طردة، فسافرت من بلد إلى بلد، ثم دخلنا نطلب الطعام، فتعجب الحاضرون من حكاية الصعلوك الثالث. وقالت صاحبة البيت: ملس على رأسك واذهب لحال سبيلك. فقال الصعلوك الثالث: لا أذهب حتى أسمع حكاية هؤلاء التجار.